لغة البايثون هنكتب مثلا variable day equal integer، يعني مش يعني طبعا اليوزر مش هيدخل يوم، ما ينفعش اقول يوم ونص. و input عشان اعرف اكتب enter the day، بقول اليوزر هو يدخل يوم. بعدين بقول variable month equal input، طبعا المانث ما فيهوش يعني ارقام عشان اكتب انتجر. انتر ذا مانث، اليوزر برضو هيدخل المانث. بعدين بقول له لو المانث في، لو الشهر في ديسمبر او جانيوري او فبروري، لا يعني انا بقول له لو الشهر في لو اليوزر كتبه في ديسمبر او يناير او فبراير، يطبع لي الفصل ان لو هو كتب اي من الشهور دول هو هيقوم كاتب له the season is winter. وبعدين هكتب له برضو لو الشهر في مارس او ابريل او مايو، هيطبع لي the season spring. يبقى if months in، افتح قوس ومارش وابريل وماي، شهر ابريل قصدي شهر مارس وابريل ومايو، هيطبع لي الفصل يعني الشهور دي في فصل الربيع. هو هيطبع لي the season spring، ان الشهور دي في فصل الربيع لو يوزر كتب اي شهر من الثلاثة دول. واقول له لو اليوزر كتب برضو ان الشهر يونيو او يوليو او اغسطس، يطبع لي الفصل في الشهور دي هو فصل الصيف، هو هيطبع لي كده. بعدين اقول له برضو if months سبتمبر او اكتوبر او نوفمبر، بعدين النقطتين طبعا، يطبع لي ان الفصل ده في فصل الخريف. بعدين ادوس رن، هيقول لي انتر ذا داي مثلا 13 11 وانتر ذا مانس مثلا اكتب جونيا يوليا. بعدين يونيو قصدي، بعدين ثانية بس معلش هدوس من تاني. بس 13 11 ماشي، جون هو يقومي يقول لي the season is summer، عشان انا كتبت له ان لو اليوزر دخل ان الشهر في يونيو او يوليو او اغسطس، يطبع لي the season is summer. او ممكن مثلا اقول له مثلا يونيو، ومثلا هكتب له مثلا اكتوبر. قال لي ان الفصل ده في فصل، يعني ان الشهر ده في فصل الخريف، لان انا قلت له لو اليوزر كتب ان الشهر سبتمبر او اكتوبر او نوفمبر، يطبع لي ان الفصل ده فصل الخريف. وشكرا.